دلع من المركز الحوثي مسايكين ارتبش مركز الحوثي مسيكين ارتبش في 19 الاغر ضيع صوابه يوم جاء العلم الى بيته الى بيته غبش زاغ عقله والعرق بلل ثيابه شل بابوره ولما داخل القول احتوش شل بابوره ولما داخل القول احتوش ما قدر يوصل الى خيمه صحابه قايد الامن المركزي الحوثي مساكين ارتبش في 19 أغر ضيع صوابه صوابه كيف بيوصل وصوت المدفع الرشاش رش من قبل شمسان يصليهم عذابه عذابه صحفي قوات جيش قال قوموا يا حوش بس ما حد منهم رد الاجابه لا ولا واحد من العسكر تنحنح او عطش خوف لا ثوارنا تسمع جوابه جوابه قام يتلوى قام يتلوى كما الملدوغ ذي صباح نش يلعن الليلة عدن جابه ساقه جابه قايد الأمن المركز الحوثي مسيكين ارتبش في 19 الا غرض يا صوابه صوابه قايد الامن المركزي حوثي مساكين ارتبش في 19 الا غرض يا صوابه صوابه قايد الامن المركزي حوثي مساكين ارتبش في 19 الا غرض يا صوابه صوابه يوم يا اهل علم يا اهل العلم لا بيت غبش زاد عقله والعرق بلل ثيابه ثيابه شل بابوره ولما داخل القول احتوش شل بابوره ولما داخل القول احتوش ما قدر يوصل الى خيمة صحابه صحابه كيف يوصل وصد المدفع الرشاش رش كيف يوصل وصد المدفع الرشاش رش من قبل شمسان يصليهم عذابه عذابه غايب الامن المركزي او في مساكين العز
يسكر تنحنح وعطش لا ولا واحد من العسكر تنحنح وعطش خوف لا ثورنا تسمع وقوى ما قايدنا من المركز الحوثي سكين ارتبش يوم 19 الأمر ضيع صوابه قامت لو واقف الملدوح في صباح نش ساقه وجاب قائد من المركز الحوثي يوم 19 الأغل ضيع صوابه في حفرة حفش العساكر كلهم من حب في حفرة حفش الرفع راسه وضع حصل حسابها قايد الجيش الفقير حوثي تمسكين يرتبك في 19 الأمر ضيع صوابه شافها الشولة على مفله تمسلل واندرش شافها شولة على غفلة تمسلل وابترش في خطى سكتة ولا واحد دراما دراما قايد الأمن الخاص الحوثي مسكين وقايد الأمن الخاص الحوثي مسكين في 19 الأغر ضيع صوابه راح للجنة ولما قابل اللجنة ارتعش ما قدر ينطق ولا يبلع لعابه مسكين ارتبش في 19 الأغر ضيع صوابه بعد ساعة بعد ما قد جاب للصبيح الطفش بعد ساعة بعد ما قد جاب لمحمود الطفش بعد ما محمود عزم ينتف شنابه شنابه قايد في 19 الأغر ضيع صوابه بعد ساعة بعد ما قد جاب للصبيح الطفش بعد ساعة بعد ما قد جاب بعد ما محمود قرر ينتف شنابه قايد الأمن المركزي حوثي مسكين يوم 19 الأغر ضيع صوابه قال باستغراب هذا الشعب من فين انتبش قال باستغراب هذا الشعب من فين انتبش والسلاح اللي معه من فين جابه قايد الأمن المركزي حوثي مسكين الكبش في 19 الأغر ضيع صوابه Thank you.
فين انتبش قال باستغراب هذا الشعب من فين انتبش والسلاح اللي معه من فين يامان او في مسكين ارتبش في 19 ما ظل ضيع صواب يحتلوا المباني والعشش اللي كان الشعب يحتلوا المباني والعشش والرصاص محمر تصربهم صرابة ما يمليش هاو في مساكين احتوش في 19 لا برضى يا صواب الشعب من فين انتبش والسلاح اللي معه من فين قام لقاعد الجيش مركز الحوت مسكين ارتبش في 19 الاغر اللي كان الشعبيه احتلوا المباني والعشش اللي كان الشعبيه احتلوا المباني والعشش وقتهم زادوا صرابة قاعد لهم من مركز الحوض قبل ثلث عفشك والبطش قال لا فيصل رقب ثلث عفشك والبطش روح لك صنعاء مع باقي العصابة او في مساكين التبش يوم 19 لا قرض يا صابة قال فيصل رقب ثلث عفشك والبطش فيصل رجب لفلف عفشك والبطش وقال له جواس لفلف عفشك والبطش وروح لك صنعاء مع باقي العصابة هجلة من مركز الحوثي عفشك والبطش قال له عبدي ربه لف عفشك والبطش روح لك صنعاء مع باقي العصابه